اهلا وسهلا. ترى ما كاينه ما بقاش عرفتي اللي صورت صار النساء اخويا مشات داكشي علاش اليوم عاوتاني جبت لكم واحد الجوهره اللي تسال اكثر من داك الثمن وضحات بها. الجوهره هذه كيف كنقولوا لبسه خاصه بالام وخاصه بالاخت وكذلك خاصه بالابنه. القصد ديالي يعني كل شيء يلبس، صغيره تلبس، كبيره تلبس، معروضه تلبس، وبالثمن اللي واضح يكون واحد الثمن زوين خاص محمد. والفوقاني اللي هي اللبسه كلي جوهره يعني الشكل ديالها بحال كليجه، العبار ديالها 3 متر ونص والقفطان ديالها فيه 3 متر. نصرح لك تشوف اخويا ها نلبسها عاوتاني خفيفه زوينه ما عندك ما تزيدي عليها صاله فقط يعني شاكره راسها باش ما خيتها. وجنا الخياطه هو كاين معايا اليوم هنا تا هو كيشوف سواء انا ضروا خاطر ومروا ميساء راه جا كيتجسس علينا تا هو ماشي مشكل خليناه يشوف الا ما عجبنا نفقسو. اكيد هو غادي يمشي عيان وماشي غير هو اللي عيان شحال من واحد ضرينا اخا عز ما بقاش في الحال ماشي تا هو اللي عيان خدمناها كطلع زوينه. كاكش هذا ديال الحق هي 500 درهم 10000 ريال وفيها لوينات كاملين زوينين والقفيطين ديالها يعني حرير لاص وخفيف نازل وبزاف اكثر من داكشي اللي كتخيل. واللوينات كيف كنصرح لك اخويا لونين السيكفلون اللوينات كلهم اللوينات زوين يعني غمضي عينيك وهزي ما ترديش بزاف ما تفكريش بزاف ما تخميش بزاف. حنا اي حاجه صورنا يعني كطير لدرجه انا ما كنبقاش عاق عليها كنصورها الصباح في العشيه ما كنلقاهاش ولله الحمد ولله الحمد. انا سي بالنسبه للعبار ديالها راه التكشيط هذيك كما قال لكم مشاي يعني حتى الساتر دو شوال تحتاني راه 3 متر وهي 3 متر ونص. لا سي محمد كنعبروها 3 ونص وزياده يعني التكشيط كافي. ما كنبغيوش نقولوا 3 ونص اخويا حنا كنزيدو الميساء ديما العبر وافي ديما لوفه ما كاينش مترو زايد ديما مترو زايد مترو 10 ما كنديروهاش ديما سقاو. شو اخا عز علينا سقع وين اللون اخويا سقع واش كيجيبوا لك شي كليان عندك كيخيطوا شي بلاصه اخرى. لا 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 انت سيدي عز الخياط وغادي توحل مع رميسه. شوف المارو والخزي والباج والدوغي باش ما خيطتيها هان شو العباره عاوتاني كيفاش داير. هل بيسك اختي هل هاوت هذاك الشيء اللي كتقلبي عليه وكتسنى عند رميسه ها هو جا وجابوا حتى الثمن اللي هو زوين ومعقول بزاف. هان انا ما كنتكلمش ما والو يعني الا كنقول لك شي حاجه ديال الله شي حاجه زوينه والثمن هو كذلك سهل من سهل يعني 500 درهم شي حاجه عشيوا على برا انتو مسيو يعني ما تردوا هذيك 500 درهم والو ما تكفاكمش. رميسه عطاك لبس يعني بقاي تلبسي ويلبس واحد اخر من غيرك تلبسي حتى تشبعي منها انت وتصدقي عاوتاني وتبقى حسنه ثابته واجر مثبوت وان شاء الله يرزق الصحه والسلام. يعني 500 درهم 10000 ريال شي كنقول غير 10000 ريال يعني انت كداس 500 كاس 500 سيدي. شوف اشرح لي انت اخا عزيز شو على وين عاوتاني كيفاش داير. ها انا سيدي حبيبي هذا مشى هذا تبع هذا سال هذا حسبه سال نشوف عاوتاني اخا عزيز هذا هذا تو كيبان لي سال اخا لونين اللوينات تبارك الله ما شاء الله. هانا هذا تو كذلك سال هانا 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 خذ اخويا شوف معايا 500 درهم هادشي كامل 10000 سي عزيز بلا ما تخبي ما تخبيش يا عزيز. وي غنتقدوا شي بركه بعد لا لا والو شي الخياط بلا ما يعد براسو بلا ما يعد براسو ما يحاولش الخياط طمو الثوم ما يدورش برميسة واذا مشى تحصل عرفتي غيدبر عليها غيدبر عليها ديال المعمر. ما فيهاش ما فيهاش غيدبر عليها ديال المعمر شي اللوين عاوتاني كيفاش داير هاد اللوينات كاين غير في رميسة. تفرج معايا العدو شوف معايا برد القلب هانا خرج اللي في قلبك هانا 500 درهم 10000 يعني 500 درهم 50000 فرانك بالوجديه. هانا هانا سيدي حبيبي قول لي يا خو العالمي سمعني صوتك اخو عزيز اشنو رايك المدير؟ خويا هادشي انا دخت في هادشي الاثمين اللي درتو. انا قول لي اش عندك ما تقول؟ نعاود نسرح لك بجهه اخرى عاوتاني اوريزونتال وفيرتيكال ب 500 درهم وكيتخيط كيف بغيتي. هانا هانا عندك مشكل في الخياط؟ ها هو عندنا عزيز الخياط ديالنا يعني كيف كنقولوا وارثه ابا عن جد يعني قبل ما يتزاد اصلا كان المستقبل ديالو مضمون هو خياط. ها الله يعطيك الصحه. هانا سيدي مصايب مصنوع مبرمج من اجل المراه المغربيه 500 درهم هانا 10000 هانا خلوني دواب وحدي والله ما بغا يدوي معايا واحد عزيز دوي واه ماشي مشكل اسمع ما عاوش ولا مشاي بالك الثمن انت انا سي الناس انا صافي اجيك الناس اخويا سي مشاي بلبل اليوم هذا كدوي على الراس اللي كيشوف بحال هاد اللوينات ما عندوش كومونتير اصلا اللي غادي يقول ما شاء الله والا ما خرجش ديك ما شاء الله راه قتلاتو الغيره. هانا 500 درهم 10000 ريال ما كانش لي على البال ما كانش متوقع كيشوف الميزانيه. هانا 500 درهم شوف على اللون عاوتاني كيفاش داير 500 درهم 500 درهم عالمي تردوا لي بران باش يصور باش يقدر يواجه هاد الجوهره هادي. هانا اخويا الله يشرف الدواء خليني نتصنف العظام شادر المقويات عجبه باش يصور ما يقدرش يتحمل.
قال لك سواء قلبه ضعيف لا يتحمل شعلة له العود ثاني كيفاش دايره خل عليه هاني العود شدرك في خاطرك هذا سيطك عاوتاني شرب ثاني ولا لا هانت هانت ولكن ماشي حتى الاول والثاني خل عليه بزاف ديال التجار بزاف ديال المولين توا بزاف ديال الخياطه راهم ساكنه في الحلقه وما ديالهم يعني واحد ليم الاثمنه ديالها بالجوده ديالها بالاتقان ديالها بالصواب ديالها بالاداب ديالها بالقناعه ديالها وكذلك من طبيعه الحال بالدعم ديالكم بالمسانده ديالكم بالثقه فينا هان 500 درهم شعلوا العود ثاني كيفاش داير شوف 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 حل عينك هانت 500 درهم قلب على راسك دور سول واش تلقى الخير هذا فشي بلاصه اخرى 500 درهم قول لي الباترون اش بان لك عود ثاني في هذا الفيرويال والمارو والارضيه بيج ومخدوم الزق اللي دوغي بالنسبه للعروسه جات هذاك زمان كاين شوف المراه عندنا حنا المغاربه ديما عروسه اخو عز اي لون بالسياق تيجيك يعني توكلي على الله زعمي حاجه وحده اللي نصحك بها شنو هي تشوفي شي خياط يكون زوين شي خياط اللي يكون في الصال بحال عزيز شي خياط اللي يكون كيفهم تحيه السي عزيز تحيه كاع المتتبعين شحال درتي من هذا الشيء 1000 درهم شحال السي دور معايا عزيز مرحبا حسين عزيز الكوبول الكوبول الاخر غندي واخا فهمتي قال ما شافوش ما كيشفروش وما كيقسموا